بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ بنستعين عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية من هذا المكان المميز، تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، وانطلاقة منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة في اندفاعها في هذا المساء، والذي يحمل تحديات فئة الإذاع، مشاركات هجن أصحاب السمو، مشاركات هجن أبناء القبائل في هذه الانطلاقة المسائية، والتي تحمل مدارها 20 شوطا على مسار 5 كيلومترات، 12 شوطا من الأشواط المفتوحة، وثمانية أشواط ستكون لأشواط الإنتاج. بسم الله وعلى بركة الله، أعطيت الإشارة في انطلاق أول أشواطنا في هذا المساء وفي هذه التحديات هنا من خلال المنافسة في شوط الإبكار المحليات الأصائل الذي يعلن انطلاقه. نرحب بكل متابعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة للتحدي والإثارة، ونسير مع أول الانطلاقات، نسير مع أول البدايات، نسير مع انطلاقة المركز الأول ومن تكون في الصدارة العزرة في المركز الأول. الشريجي بن معدن الاشتبيفي المقدم المركز الثاني، الظبي في المركز الثاني، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في هذا الاندفاع المركز الثالث، أداء قوي من هملولة نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي المركز الرابع، تدخل من فتنة حمد بن ناصر بن علي النعيمي، ولكن أتابع أيضا المركز الخامس ما يحمله من انطلاقة في هذا المكان، هي النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري، وعلى المركز السادس تأتينا الانطلاقة من زعفران مبارك بن سلطان بن دعفوس المنصوري في هذا الأداء. نتابع المراكز ونذهب أيضا للمركز السابع، وتأتينا فزعة لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي المركز الثامن، تواجد القوة في الغزيل علي بن سليم بن سالم العويسي، وهناك أيضا المركز التاسع تأتي ملهمة مبارك بن سالم بن قروش العويسي، وعلى المركز العاشر تظهر نصوغة شملان بن يمع بن شملان الطنيجي. هذه المراكز الأولى وأول ندانا متابعينا الكرام مع 5 كيلومترات التي تحمل هذه البداية وتسير في هذه المتابعة المميزة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الشريجي بن معدن الذي يقدم هذا الأداء المميز في هذا الشوط، بداية المنافسة وهي العزرة في انطلاقها وأدائها الجميل. المركز الثاني شعار الصعب يطير مع الظبي محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاشتبي في هذه الانطلاقة والمتابعة. المركز الثالث تتقدم زعفران مبارك بن سلطان بن دعفوس المنصوري، وعلى المركز الرابع هناك النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري، بينما خامس المراكز دخول قادمة من هملولة نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي، وعلى المركز السادس تعود فزعة سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، هناك المركز الثامن في هذه اللحظات وفي هذه التحديات، دخول قادم من المركز السابع من الغزيل علي بن سليم بن سالم العويسي، وفي المركز الثامن ملهم مبارك بن سالم بن قروش العويسي، هناك الدخول من صوغة شملان بن يمع بن شملان الطنيجي، وعلى المركز العاشر هي شلة محمد بن قحيد المهيري. هذه المراكز وهذا النداء وسير ما شاء الله سن الإذاع هنا تتابع الإمتاع أيضا في هذا المسار وهذه التحديات في الانطلاقات وتجارب ما قبل بدء الختاميات الكبرى التي ستكون بدايتها مع جائزة زايد الكبرى. إذا هنا عودة إلى المقدمة، عودة إلى العزرة، العزرة واندفاع تحمل العزرة ما شاء الله، ومركز مركز الشريجي في هذه الانطلاقة، أبو محمد مركز من خلال هذا المسار وقائد العزرة
في هذه الانطلاقة إلى المركز الأول. الصعب لا يزال في المواقع المهمة والكبيرة والاندفاعات، المركزين الثاني والثالث تشكيل خطورة هنا من خلال هذه الأسماء التي تحمل القوة. الضبيل صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، والمركز الثالث هناك أيضا فزع بنفس الشعار ولكن بعنوان سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر الاكتبي. هذه المراكز التي تحمل هذه القوة الأولى من خلال هذا الأداء. عود إلى المركز الرابع في تنافس قوي ومسار النايف علي براج بن مسلم العمري، وهنا دخول أيضا من وجود زعفران مبارك بن سلطان بن دعفوس المنصوري. عود إلى المقدمة، نقترب من خلال آخر كيلومترين وأيضا التواصل مع لوحة الإعلان التي ستكون على بعد أمتار مميزة على السباق القادمين بقوة. هنا نتابع ونعود إلى المركز الأول، لا تزال العزرة على المركز الأول شريجي بن محمد بن معدن الاشتبي. هناك المركز الثاني أيضا الظبي على المركز الثاني. صعب المضمرين سلطان بن محمد بن سلطان محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في هذا الأداء، وهنا المركز الثالث. يا سلام فزع مع وجود مع الظبي في مركزين ثاني وثالث، وهنا نقترب 1200 لعلم المتابعين، والكل تحرك. بن قحيد يصل مع شلة في هذه اللحظات وهذا الأداء. يا سلام محمد بن قحيد المهيري، هذه الرباعية على المقدمة الكيلومتر الأخير. التحركات، حرك اللي بتحرك. بدأت الظبي إلى المقدمة إلى المركز الأول، إلى الأداء الجميل من خلال هذه الانطلاقة. هنا محمد بن سلطان بن مرخان إلى مقدمة الصفوف، لا تزال على المركز الثاني العزرة الشريجي بن محمد بن معدن، والمركز الثالث شلة محمد بن قحيد المهيري. تأتي هنا على المركز الرابع في هذه اللحظات فزع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. تحرك الكل، صار الجميع ما شاء الله. مشهد المقدمة، مشهد الانطلاق، المحاولات قادمة، ولكن الصمود على المقدمة من الظبي على المركز الأول. صعب المضمرين يحمل هذه الانطلاقة الأولى، يسير مع هذه اللحظات في المقدمة ما شاء الله وتبارك الله. الصعب يختار دائما المنافسات في كل الانطلاقات المتميزة. شل على المركز الثاني محمد بن قحيد المهيري، وهنا قدمت ملهمة مبارك بن سالم بن قروش العويسي في المركز الثالث. بدأ التقدم، بدأ الانطلاق، بدأ الرقص في هذه اللحظة إلى الانطلاق. لا تزال على المركز الأول هناك في هذه اللحظات، ولكن أتابع ملهمة سالم بن قروش العويسي من خلال هذه الانطلاقة إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول. سلام يا السلطنة، سلام على هذا الأداء المميز. إذن هنا لملهمة شل في المركز الثاني محمد بن قحيد الميري، المركز الثالث الظبي محمد بن سلطان بن مرخان، وفي المركز الرابع فزع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز الخامس يذهب إلى علي بن سلطان بن رشيد. هذه التحديات والانطلاقات ومسار البدايات، مسار الأداء الجميل مع هذه اللحظات وتواصل مميز ما شاء الله. نعود للمقدمة، رقص البداية وملهمة مبارك بن سالم بن قروش العويسي على المقدمة. 7.38 ثانية، 8 من الأجزاء من الثواني في هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس لانطلاقة ملهمة. المركز الثاني شلة، المركز الثاني أيضا 7.39 ثانية بالوفاء والتمام محمد بن قحيد المهيري. مشكور يا أبو راشد. المركز الثالث كان هناك الوصول للظبي. تهانينا والناموس محمد بن سلطان بن مرخان، وانطلاقة تحمل أيضا 7.39 ثانية و8 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.